بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. صباح الخير عليكم جميعا. أنا اسمي إسلام زهران، وعملي الحالي هو أخصائي أمراض بطنة وطب حرج أكيوت ميديسن في مستشفى مقاطعة ديفون في اليوكي. ومن يومين تقريبا كان دكتور محمد عصام منصور، يعني أستاذي وحبيبي والراجل اللي ليه فضل عليا من قبل ما اجي اليو كي وبعد ما جيت اليو كي، كان طلب مني بحكم طبيعة تخصصي يعني ان ارشح كتاب او اتنين لاخواتنا واصدقائنا اطباء الامتياز واطباء التكليف للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. ويعني بحكم طبيعة تخصصي طبعا هي هتكون الميديكال ايمرجنسيز، يعني السيرجيكال ايمرجنسيز والبيدياتريكس ليهم ناسهم. انا بصراحة مش اكتر واحد، مش احسن واحد يفتي فيهم. فأنا طبعا ما اقدرش اتاخر على دكتور محمد خالص، والراجل يعني جزاه الله عني وعن كثير من الاطباء امثالي كل خير. ف يعني قلت انبه عن كتاب او اتنين عسى يا رب نلاقي فيهم معلومه ننقذ بها حياه مريض وتكون في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله. فاول كتاب حابب اتكلم عنه هو كتاب انجليزي اسمه The Grey Book، وهو كتاب من إصدار مستشفى سينت جورج التابعة لجامعة لندن University of London. وهو كتاب فوق الرائع، كتاب شارح كل حاجة بالتفاصيل بالجايدلاينز، زي ما الجايدلاينز بتقول بالضبط، سواء النايس جايدلاينز أو الجايدلاينز اللي عملاها البريتش سوسايتيز للتخصصات المختلفة. وكتاب كمان متاح open source، يعني ممكن أي حد ينزله مجانا، فلو حد عنده وقت كده يبص عليه او مش يبص عليه بقى يكون معاه، لانه هينفعه جدا الحقيقه. وكتاب يعني وافي جدا وشافي ان شاء الله. ولكن مع اعترافي بروعه الكتاب وتكامله الا ان هو مقصر في بعض الحاجات، او مش مقصر، خلينا نقول ان في ليميتيشنز، ان احنا يعني كاطباء بنمارس العمل الطبي في مصر، الكتاب مش مراعي النقطه دي خالص. فتلاقي ساعات يقول لك ايه، والله الحاله دي لازم تبقى كونكتد تو ا كاردياك مونيتور، او الحاله دي لازم تاخد الدواء الفلاني عن طريق اي في درايف. فالكلام ده احنا هنجيبه منين يا بيه؟ احنا بنبعت العين يجيب كانيولا من بره المستشفى. فحبيت ادور على كتاب او اتنين برضو يكونوا طالعين من بيئه العمل المصريه، فاهمين التحديات والليميتيشنز اللي احنا كدكاتره بنواجهها في شغلنا. فدورت في المنتديات ودورت في المواقع ولقيت كتابين حابب الفت النظر ليهم برضو. الكتاب الاولاني كتاب امتيازولوجي، وهو كتاب لذيذ جدا، يعني كتاب تحسه كده اقرب لتجميع بوستات على الفيسبوك منه. كتاب بيشرح مش زي اوكسفورد مثلا. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه حابب اوضحها في طبيعه الكتب اللي انا برشحها دي، هي كتب للتصرف في موقف محدد. والله ان انت مثلا قدام حاله اي اف، او قدام حاله سبسس او اكيوت سيفير ازمه، هتتصرف ازاي، هتتعامل معها ازاي دلوقتي، تمام؟ فدي مش بتشرح لك بقى المانجمنت بتاع الازمه بشكل عام عامل ازاي، المانجمنت بتاع الاي اف بشكل عام عامل ازاي، المانجمنت بتاع السبسس، الكلام ده ليه مراجعه وليه حاجاته. لكن انا بتكلم دلوقتي ان اكشن هتاخده مع الحاله دي دلوقتي، تمام؟ هتتصرف ايه مع الحاله دي دلوقتي، ايه الكريتيريا اللي انت تدي بيها كارديو فيرجن، او ايه تعمل بيها كارديو فيرجن، ايه الدواء اللي انت هتديه للعيان، وهتدي على انهي اساس. فدي طبعا كلها نقط مهمه جدا. فكتاب امتيازولوجي حلو جدا في الموضوع ده ومركز وفوكست، ولكن برضه اعترف ان هو فايته حاجات كتير، وبرضه مش كل التفاصيل مكتوبه فيه. وبناء عليه برشح كتاب ثالث هو اكبر شويه للي حابب يستزيد، وهو كتاب صابر هاند بوك. كتاب بصراحه دكتور صابر باذل فيه مجهود رائع جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناته. وهو بقى مراعي نقطه الليميتيشنز دي كويس قوي، يعني بيتكلم انه والله يا جماعه انت دلوقتي لو جات لك حاله دي كي اي مثلا، وانت الحاله دي طبعا لو عندك بقى انسولين بامب، ولا عندك اي في درايف، ولا عندك اي حاجه، فهتدي بيقولك هتدي الانسولين بالشكل الفلاني ازاي، هتدي البوتاسيوم ريبليسمنت بالشكل الفلاني ازاي، هتدي الاي في فلويدز بالشكل الفلاني ازاي. فهو مراعي النقطه دي كويس، وبصراحه مجهود فوق الممتاز يعني. ف
بس ده اللي عندي، دول 3 كتب كده يعني، يا ريت تخلوهم معاكم في أي وقت، لأن هما ممكن يكونوا الفارق بين الحياة والموت بالنسبة للمريض. نقطة أخيرة بس حابب أنبه ليها يا جماعة، إن بالله عليك بالله عليك بالله عليك لا تستحي ولا تستكبر أن تطلب المساعدة. لو أنت في مكان ومعاك سينيور ومعاك حد أنت شايف إنه أقدر بالتعامل مع الحالة كلمه وما تتكسفش، وانت بس اعمل البيزكس، حتى اعمل ادي العيان فلويدز او ركب كانيولا او حط العيان يعني، بس خليه يعني ايه على الاكسجين، يبقى جزاك الله خيرا وان شاء الله تجازى عليها خير الجزاء يعني. وبس هذا ما امكن اراده وتوفر اعداده وقدر الله لي سرده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.